ننتقل أيضا إلى خبر آخر مهم في هذه الفقرة من نقاط ساخنة، حيث كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا رئيس الوزراء جوزبي كونتي اليوم بتشكيل حكومة جديدة بعد اتفاق لتجنب انتخابات مبكرة، كما أعلن متحدث باسم الرئاسة. ويتوقع أن يحصل كونتي على بضعة أيام لإجراء مشاورات سياسية للتحقق من ضمان غالبية في البرلمان بعد موافقة حركة خمس نجوم للمناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي يسار وسط للعمل معا ضمن ائتلاف جديد. هذا وقبل كونتي بهذا أو قبل بهذا التكليف، وسيقوم بمشاورات مع الأحزاب السياسية لبضعة أيام للحصول على غالبية في البرلمان. وعرض كونتي الخطوط العريضة لبرنامجه الرامي لجعل إيطاليا أكثر عدالة وتنافسية وشمولية وفقا لما قال. وقال كونتي بعد لقاء ماتاريلا في القصر الرئاسي: نحن في مرحلة دقيقة للغاية للبلاد، وعلينا الخروج في أسرع وقت ممكن من فترة الغموض السياسي الناجم عن الأزمة الحكومية. هذا وتعيش إيطاليا منذ ثلاثة أسابيع أزمة سياسية عميقة بعدما تسببت سالفيني وزير الداخلية السابق في 8 أغسطس بانهيار الائتلاف الذي شكله مع حركة خمس نجوم، ثم استقالت كونتي في 20 من الشهر متهما سالفيني بتمرير مصالحه الانتخابية الخاصة قبل مصالح البلاد.